اهلا بكم في حلقه جديده من كورس الامبيدد سيستمز. ان شاء الله النهارده هنتكلم على شرح المقاطعه من نوع ار بي بورت تشينج اللي هي من بي 4 لبي 7، ودي الحلقه الاولى في نوع المقاطعه ده. ار بي بورت تشينج يطلق عليه اكسترنال انتربت، الكلام ده اتشرح في المقدمه او في الفيديو الخاص بالمقدمه. هروح للانتكون ريجستر زي ما احنا قلنا عشان انا اعمل انتربت بي بورت بي تشينج اللي هو من بي 4 لبي 7. عندي حاجة اسمها RB Interrupt Flag، الفلاج ده بيبقى بواحد اوتوماتيك، اي تشينج على بورت بي من بي 4 لبي 7 الفلاج ده بيبقى واحد اوتوماتيك. التشينج ده بيبقى من 0 لواحد او من 1 ل 0، يعني اي تشينج على البن هنا هيخلي لي الفلاج ده اوتوماتيك بواحد. ومعايا هنا الانيبل ده انا اللي بفعله، لو عندي الاثنين دول بواحد اوتوماتيك بيعمل ووكينج اب ايقاظ للبروسيسور عندي، ولو انت عامل جلوبال بواحد وقتها هيروح ينفذ داله الانتربت. لو انت مش عامل الجلوبال بواحد هنا يبقى مش هينفذ داله الانتربت، فقط بس انه هيعمل ايقاظ للبروسيسور مش اكتر في حاله ان الاثنين دول بواحد. يبقى الثلاثه بيتس الاساسيين ار بي انتربت انيبل، ده بتعمل انيبل للانتربت الخاص ب بي 4 لبي 7 تشينج انتربت. معنا كمان الار بي انتربت فلاج، ده قلنا بيبقى بواحد اوتوماتيك في حاله التشينج على بي 4 لبي 7، وبيقول لك في البرنامج او في داله الفويد انتربت لازم تصفره انت، وعشان تصفره محتاج شرط، لازم تعمل الديسماتش لبورت بي، بمعنى تاخد بورت بي تقراه في متغير عشان وقتها تقدر تصفر الفلاج ده. عشان اصفر الفلاج ده في شرط قبله، لازم اعمل قراءه لبورت بي بالذات من بي 4 لبي 7 عشان اشيل الديسماتش عندي، بعدها مباشره اصفر الفلاج ده. طبعا ما انساش الجلوبال انتربت انيبل، الثلاثه بيتس دول اساسيين بالانتربت من بي 4 لبي 7 بورت تشينج، ودول موجودين في الانتكون ريجستر. هروح دلوقتي هنعرف ازاي عن طريق التشينج اعمل انتربت. خلي بالك هنا التشينج بيبقى بي 4 لبي 7، يعني اي تشينج على اي بن فيهم يعمل انتربت. لو حصل تشينج على بي 4 يحصل انتربت، لو حصل تشينج على بي 5 يحصل انتربت، وهكذا لغايه بي 7. فالتوصيل عندي في الهاردوير يا اما يبقى بول داون ريزيستور، بمعنى ان المقاومه هي اللي متوصله بالارضي والسويتش هو بالباور. خلي بالك الطرف اللي في النص ده هوصله على بي 4، انا هدي مثال على بي 4، نفس الكلام ينطبق على بي 5 لغايه بي 7. ما انساش اوصل الارضي بالارضي بتاع المايكرو كنترولر ولا الدايره بتاعتي مش هتشتغل. طبيعي في البدايه داخل زيرو، فانت لما تضغط ايه اللي يحصل؟ اول ما انا اضغط يروح داخل واحد، هيدخل واحد، يبقى هنا حصل تشينج من زيرو لواحد في حاله الضغط على سويتش، يبقى على طول هنا يحصل انتربت. البروسيسور بتاعي داخل داله الانتربت ينفذ الانتربت سيرفيس روتين بتاعه، ده في حاله ان انت ضاغط ومطول على الضغط او مطول على السويتش. اول ما ترفع ايدك يرجع لسويتش لطبيعته والبن يدخل عليها زيرو، فاول ما يدخل زيرو يبقى حصل تشينج من واحد لزيرو، ده في حاله ان السويتش حررته او رفعت ايدك من عليه، يبقى وقتها برضه يحصل انتربت. يبقى الانتربت بيحصل مرتين، في حاله تشينج من 0 ل 1 وفي الحاله الثانيه من 1 ل 0. طيب لو انا موصل بول اب ريزيستور عندي، ان هي المقاومه هي اللي بالباور، ما انساش كمان اوصل الارضي بالارضي، دي اسمها بول اب ريزيستور، الطبيعي يبقى داخل كام؟ يبقى داخل 1 عندي هنا. لما انا اضغط على السويتش ايه اللي يحصل؟ يروح داخل مين؟ 0، يروح داخل 0، ده في حاله الضغط، يبقى وقتها يحصل مين؟ انتربت هنا. اول ما انت ترفع ايدك يروح راجع ثاني 1، اول ما يرجع 1 يبقى وقتها انت حررت السويتش، يحصل انتربت مره ثانيه. يبقى في بدايه الضغطه ونهايه الضغطه بيدخل الانتربت مرتين في حاله ان في تشينج على البن نفسها. طبعا لو انت وفر في الهاردوير لشرط معين ان ما تبقاش المقاومه بول داون، لازم تبقى بول اب، في بت كده اسمها ار بي بي يو بورت بي بول اب، البيك 16 اف 78 اي، بيتميز ان بورت بي عليه مقاومات داخليه بول اب متوصله بتغذيه بالشكل ده، ان عندي مقاومه هنا تبقى تقريبا 10 كيلو او 4.7 كيلو متوصله بال 5 فولت. في سويتش هنا متوصل مع البن كده، دي البن متوصل مع السويتش، الكلام ده داخليا. فالبت اللي بتتحكم في السويتش ده اسمها ار بي بول اب، ودي منفيه، بمعنى ان انت لو داخله واحد يبقى لو انت حاطط واحد تتنفي يبقى البت دي مش متفعله، يبقى السويتش يبقى مفتوح. يبقى لو انت حاطط واحد يبقى السويتش الطبيعي يبقى مفتوح. لما انا احط زيرو السويتش وقتها يتقفل، لما انا احط زيرو هنا تتنفي يبقى واحد تبقى اتفعلت وقتها. لازم عشان استخدم الحكايه دي ان لازم يبقى انا بفعل البول اب ريزيستور، يبقى من بره اوصل السويتش بالارضي فقط لا غير. رقم اتنين ان لازم البن دي تبقى انبوت، ما ينفعش اعرفها كاوتبوت. لو انت عرفت البن دي كاوتبوت يبقى وقتها حتى لو انت فعلت البت دي يبقى ولا اكنك عملت حاجه، لازم البن تتعرف كمين؟ كام. الكلام ده ينطبق على بورت بي بالكامل. فبالتالي لو انا عندي التوصيل الخارجي بدل ما اوصل تغذيه ومقاومه
وسويتش وارضي، دي اسمها بول اب ريزيستور. كده انا عايز اوفر في التغذيه واوفر في المقاومه دي واوفر في الهاردوير، اعمل ايه؟ مباشره اروح جايب سويتش واوصله بالارضي كده، سويتش واوصله بالارضي. داخليا المقاومه دي متوصله مع التغذيه، وقلنا هنا في سويتش اللي بيتحكم في السويتش ده مين؟ البت دي. وبالتالي عندي من بي 0 لبي 7 ينفع اوصل بيها سويتشات للارض وبس. لا، شرطين تاني، ان لازم البنات دي تتعرف كانبوت، وكمان لازم تفعل البت دي. عشان افعل البت دي احط فيها ايه؟ زيرو، لانها منفيه. عشان اتعامل مع بورت بي تشينج انتربت سيرفس روتين، ازاي اظبطها في الكود؟ هروح لداله الفويد مين. اول حاجه اعرف من بي 4 لبي 7 كانبوت، ممكن تعرفهم عن طريق تريس بي مباشره، او ممكن تعرفهم بت بت، مفيش مشكله. ما انساش اظبط الجلوبال اخليها بواحد، ممكن اكتب الجلوبال اندرسكور بت او اسم ريجستر دوت اسم البت مباشره يسوح. وفعل كمان مين الانيبل عندي، ونفس الطريقه مفيش اي تظبيط تاني. لو انت محتاج تفعل البول اب ريزيستور، يعني انت عايز توصل البت او البنز من بي 4 لبي 7 سويتشات بالارض فقط لا غير، يبقى تفعل البت ازاي؟ اسمها نوت اندرسكور ار بي بول اب، طبعا انا كتبت نوت قدامها عشان هي منفيه، اندرسكور بت بيساوي 0، او ممكن اكتبها بالاسم ده اسم ريجستر دوت اسم البت. وما انساش قبل الفويد مين بكتب داله فويد انتربت. وطبعا انا هحتاج متغير داخل داله الانتربت، فانا هعرف المتغير ده فوق مباشره اسمه unsigned short x. بورت بي عندي الماكسيمم بتاعه 255، ده اقصى قيمه ليه، فعشان كده المتغير سميته unsigned short او unsigned character x. قلنا المتغير ده هستخدمه جوه داله الانتربت، فلازم يتفعل فوق او يتعرف فوق قبل داله الفويد انتربت مباشره. لو انت عرفته هنا قبل الفويد مين في الحته دي، هتيجي تعمل بلت البرنامج هديك ايرور، لكن لما انا اعرفه فوق خالص معناها كده انا خليته جلوبال فاريبل يتم استخدامه في اي داله من دول. ممكن استخدم اكس هنا واكس هنا لان هو جلوبال كده فوق. هروح للفويد انتربت جوه، بفتح قوسين عاديين خالص، وجواها بعمل تشيك على الفلاج بتاع مين؟ ار بي انتربت فلاج. هل هو بيساوي واحد؟ يبقى الانتربت ده حصل، يبقى الانتربت ده حصل من مين؟ من بورت بي تشينج. مباشرة اول ما ادخل جوه اروح امسك بورت بي اقراه واحطه في المتغير اللي اسمه اكس. ليه؟ عشان اشيل الديسماتش الخاص بمين؟ ببورت بي. الخطوة دي اساسية، لو انت ما كتبتهاش وعملت بلت البرنامج هيشتغل، بس ممكن يديك ايرور بعد كده في العمل. فانا عشان اتخطى المشاكل دي كلها لازم امسك بورت بي اعمل له قراءة في متغير اسمه اكس. طب اكس هستخدمه؟ لا، عشان بعدها مباشرة اصفر فلاج، عشان اصفر الفلاج الخاص ببورت بي تشينج. وبعد كده بكمل الكود بتاعي اللي انا عايز انفذه، مفيش مشكلة، واقفل القوس. طيب ليه انت عملت تشيك على الفلاج هنا قلت يساوي سوا واحد؟ ما هو اوتوماتيك اول ما الفلاج بيبقى بواحد بيدخل جوه داله انتربت. هقول لك ان في انواع تانية كتير من الانتربتس في البيك 16 اف، ما يقرب من 15 انتربت. فوقتها ايه اللي عرفك ان الكود ده اللي انت عايز تنفذه خاص بالانتربت بتاع بي 4 لبي 7؟ ما ممكن تايمر 0 وراح عامل انتربت يروح ينفذ لك الكود اللي هنا ده، لو انت مش عامل تشيك على مين؟ على الفلاج الخاص ببورت بي. لو انت شايل الخطوه دي والكوس ده، مباشره اللي حصل انتربت بي 0 او تايمر 0 او اي انتربت من اي نوع، مباشره هيروح ينفذ الخطوات اللي انت كاتبها هنا. وقتها نفذ حاجه مش في توقيتها، كده انت عملت مشكله. طيب لو في انتربت من نوع تاني خاص باي نوع، خلاص لازم اعمل تشيك على الفلاج هل بيساوي واحد. مباشره ادخل جوه اصفر الفلاج بتاعه واكتب الجزء الخاص بالانتربت اللي عايز انفذه ده، واروح اعمل ايه؟ قفل القوس ويناهي القوس بتاع الفويد انتربت. كده انا بنفذ الكود اللي هنا الخاص بالانتربت بتاع بورت بي. الكود اللي هنا خاص بمين؟ مثلا بتايمر 0، خاص ببي 0، ايا كان نوع الانتربت عموما. هنروح مع بعض كده نشوف امثله. اول مثال عندنا ادي البيك بتاعتنا، ما انساش 13 14 بوصل عليها الكريستاله 8 ميجا انا بتاعتي، والمكثفات للارض عشان النويز، وما انساش كمان الماستر كلير بوصله بول اب. طبعا دي التوصيله الامثل واحنا شرحناها في فيديو في بدايه السلسله. معانا من بي 4 لبي 7 اهو بوصلهم ايه؟ بول داون عندي ريزيستور، وعندي هنا السويتشات بتبقى هي اللي واصله مين؟ بالتغذيه. عندي ليد على سي 0 المقاومه بتاعتها 330 اوم، فانا هعمل رن دلوقتي كده. هو طبيعي في البدايه خالص مش بيعمل حاجه، اروح ضاغط على السويتش كده دخل الانتربت. بص كده دخل الانتربت وطفى الليد، انا عايزه يدخل ينور الليد لمده 2 ثانيه وبعد كده يطفي. طيب انا ما زلت ضاغط، اول ما هرفع ايدي من على السويتش اللي يحصل دخل الانتربت تاني، يبقى هو بيدخل الانتربت كام مره؟ مرتين، في بدايه الضغط ونهايه الضغط. تمام. طيب انا لو ضغطت هنا دخل جوه داله مين؟ الانتربت. انا هسيب ده مضغوط واروح اضغط على ده دخل الانتربت. ليه؟ اي تشينج على اي بن يدخله جوه الانتربت. لو ارفع ايدي من هنا يدخل جوه الانتربت تاني، يبقى بيدخل مرتين في بدايه الضغط ونهايه الضغط. اول ما يحصل تشينج، تعال مع بعض نشوف الكود كده. داله الفويد مين، اعرف تريس بي الاربعه بيتس اللي على الشمال كانبوت، واللي انا مش محتاجه هعرفه كاوتبوت عشان النويز. اقول بورت بي بيساوي 0 عشان اصفر البيتس اللي انا مستخدمها كاوتبوت. هعرف سي 0 كاوتبوت عشان عليها ليد، واقول الليد بتساوي 0. قلت ليه الليد تساوي 0؟ لان انا جاي فوق خالص في الاول، قلتهاش ديفاين الليد دي على بورت مين؟
سي 0 مباشرة، أي للليد بدل ما أقول بورت سي بيساوي أو بورت سي دوت بي 0 بيساوي 0 وأبقى طافي الليد، قلت الليد مباشرة. ما انساش أفعل الجلوبال والإنيبل انترابت، وأروح أقول هوايل واحد فتح قوسين طبعا أنا عشان أعمل إشغال البروسيسور في الحتة دي. طبعا عشان أوفر في الباور عندي بوفر في الطاقة فانا بحطه في وضع السليب. هروح اكتب الرمز ده معناه اسمبلي، يعني انا بكتب اسمبلي جوه المايكرو سي مفيش مشكله، اكتب اي اس ام والفانكشن دي اسمها سليب مباشره، يحط البروسيسور بتاعك في السليب مود لو انت مش بتنفذ حاجه. اول ما يحصل انتربت تعمل ووكينج اب، انا عامل سليب مود عشان اوفر في مين في الباور. دلت الفويد انتربت اهي، اول ما ادخل اسال على الفلاج اللي خاص بمين ببورت بي، ار بي انتربت مين فلاج، مباشره اخد بورت بي ده احطه في المتغير اسمه اكس. طب المتغير ده اكس معرفه فين؟ انا معرفه فوق خالص في البدايه اسمه انسان شورت اكس. اجي هنا مباشره انا عايز الليد تبقى بواحد 2 ثانيه اطفي الليد، يبقى الليد تبقى بواحد 2 ثانيه اطفي الليد. تمام، نعمل بلت كده ونروح نشوف البرنامج. تعال كده نرفع ايدنا من على السويتش ده، حصل انتربت اهو. الطبيعي ان هو عامل ايه؟ طفي الليد اهو، ده الطبيعي بتاعه ان هو داخل في السليب مود. انا اول ما اضغط كده انا ضغطت ورفعت ايدي فتبقى الليد منوره، وبعد 2 ثانيه تطفي. هتلقى ان هي هتبقى منوره لفتره طويله. ليه؟ انا ضغطت دخل جوه الانتربت، رفعت ايدي راح دخل تاني جوه ده الانتربت، فبقيت منوره مرتين ورا بعض. عامله زي ايه؟ انت ضغطت هيدخل جوه الانتربت، هيصفر الفلاج، اول ما يصفر الفلاج ينور الليد، هيستنى 2 ثانيه، اثناء ال 2 ثانيه ومثلا عدى منها 1 ثانيه انت رحت رافع ايدك، يروح داخل جوه الانتربت تاني لان هو كان متصفر الفلاج من قبل كده، يروح ينور الليد، والمره الثانيه يستنى 2 ثانيه كامله، فهو كده منور الليد فتره اطول، في النهايه يطفي الليد. يبقى الحته دي تاني، يبقى انا اضغط على السويتش ورفعت ايدي هتلقى منوره فتره اطول لانه دخل الانتربت مرتين. طب انا لو ضغطت كده وطولت هو كده دخل الانتربت هينفذ 2 ثانيه ويطفي الليد مباشره. هرفع ايدي هدخل انتربت ينفذ 2 ثانيه ويطفي الليد ويروح طالع. تمام، طب ايه رايكم لو الجزء ده انا نقلته تحت، يعني الجزء اللي هنا ده، يبقى هو اول حاجه هينور الليد ويستنى 2 ثانيه ويصفر الليد، وبعد كده هيعمل ايه؟ هيقرا بورت بي عشان يشيل الديسماتش عندي، وبعد كده هيصفر الفلاج. تعال نعمل بلت، مفيش ايرورز عندي، ركز مع بعض كده. هنا كده هي طافيه في البدايه اهو، اول ما اضغط وارفع عمل ايه؟ دخل نورها 2 ثانيه وطفى. طب ركز معايا كده، انا هضغط ضغطه مطوله وارفع ايدي، لاحظ الزمن اللي هيكمل ما كملش 2 ثانيه كمان، لا ده خد الزمن من قبل كده تاني. يبقى انا كنت ايه؟ اضغط ضغطه طويله اهو، اول ما ارفع ايدي مش هياخد ال 2 ثانيه كامله بعدها، يعني هو اول ما يبدا ينور هياخد يعد وقتها 2 ثانيه. اضغط ضغطه مطوله ارفع ايدي، لاحظ كده هتطفي بسرعه. ليه طفت بسرعه مش زي الحاله الاولانيه؟ لان انت اول ما تضغط على السويتش هيروح ينور الليد، يستنى 2 ثانيه يطفي الليد، هو ما صفرش الفلاج، فلما ما يصفرش الفلاج وانت بترفع ايدك، انت بترفع ايدك من على السويتش مش هيدخل جوه الانتربت. ليه؟ لان الفلاج ما تصفرش من الحاله الاولانيه، ما زال الفلاج بواحد، فهو داخل داله الانتربت وما طلعش منها تاني. يبقى لما انا حطيت الجزء ده فوق كنت انت بتصفر الفلاج، فانت اول ما ترفع ايدك من على السويتش بيروح داخل الانتربت مره ثانيه. لكن لما انا اعمل للليد واحد اون واستنى 2 ثانيه، 2 ثانيه ده زمن كبير خلي بالك، واعمل الليد اوف وبعدها اصفر الفلاج، فهيستنى يصفر الفلاج بعد ما ينهي المهمه. لو انت رفعت ايدك من على السويتش في الفتره دي وقتها مش هيدخل داله الانتربت. ليه؟ لان الفلاج كان بواحد من قبل كده وما تصفرش، واتفقنا عشان يدخل الانتربت المره اللي بعدها لازم دي تبقى متصفره تاني. نشوفها كده على البروتوس عندي، ركزوا معايا كده، هضغط على السويتش، اول ما اضغط على السويتش المفروض يدخل الانتربت، وارفع ايدي من على السويتش يدخل الانتربت، ضغطت اهو فتره طويله، هرفع ايدي، بصوا كده طفت بسرعه، لان هو ما دخلش الانتربت المره الثانيه وانا برفع ايدي. ليه؟ زي ما قلنا ان هو انت ضغطت على السويتش، هروح داخل جوه، الليد تبقى بواحد، هيبقى 2 ثانيه، اثناء ال 2 ثانيه دي انت رفعت ايدك، رفعت ايدك بس للاسف الفلاج لسه ما تصفرش، الفلاج ما زال واحد، فمش هيدخل الانتربت هنا، هو هيبقى داخل دالة الانتربت، تمام؟ وبعد كده اول ما هتعمل ايه؟ تصفر الليد او تطفي الليد، بعد كده هتقرا بورت بي، بعد كده تصفر الفلاج، تمام؟ لكن لو انا خدت دي وعلى نفس الوضع رجعتها فوق تاني مكانها وعملت بيلت، رحت عندي للبروتوس طبعا عامل ستوب وعامل رن تاني، هي الليد بتبقى منوره في الاول على السيميوليشن هنا. تعال كده نضغط على السويتش، ارفع ايدك، اول ما ترفع ايدك هيكمل 2 ثانيه، بصوا كده الليد منوره فتره اطول، خدتوا بالكم؟ يبقى تاني اضغط على السويتش اهو، هاخد وليكن 1 ثانيه، ارفع هتلاقيها من وقتها من بدايه رفعتك يعد 2 ثانيه كمان، لان هو دخل الانتربت مرتين. ايه اللي حصل؟ هو دخل صفر الفلاج، اول ما يصفر الفلاج يبقى هو مستعد لاي تشينج بعد كده يدخل الانتربت تاني. بعد ما يصفر الفلاج يعمل ايه؟ هيخلي الليد بواحد،
2 ثانيه. اثناء ال 2 ثانيه دي هتكون انت رفعت ايدك، الفلاج كان بصفر، هيروح عامل ايه؟ يروح داخل تاني دو جوه داله الانتربت، لان الفلاج بقى بواحد. اتمنى يكون الفرق واضح. طبعا انا هعمل تغيير صغير هنا، ان انا هاخد الليد دي واعمل ده كومنت، واروح كاتب كده هنا الليد عندي بتساوي توجل للليد سيمي كول، وطبعا هشيل الديلي وهشيل مين الليد اوف دي. يعني اول ما اضغط على سويتش اعمل توجل للليد، اعمل دلتا كده نعمل ستوب ورن تاني. انا هضغط، طول ما فضلت ضاغط دخل عمل توجل وثبت الحاله، لان هو ما دخلش انتربت تاني، هو دخل مره واحده. ترفع ايدك يروح عامل ايه؟ عاكس الحاله. اضغط يعكس الحاله، ارفع ايدي يعكس الحاله، تمام. فهنا في الحاله دي لو انت عملت توجل للليد ورحت صفرت فلاج وعملت توجل، او عملت توجل وصفرت الفلاج، مش هيفرق معاه، لان انه يعكس حاله الليد دي مش هياخد فيها زمن كبير، هيكون انت ما رفعتش ايدك. فاهمين الفكره؟ هتبقى انت ما رفعتش ايدك وقتها، فبالتالي ان هو تصفر فلاج بعدها او قبلها مش هتفرق معاه في الزمن هنا. لكن الحاله الاولانيه هتفرق لو انت مستخدم الديلي في مين؟ في الفويد انتربت. هنشوف مع بعض كده. سويتش ده اهو بيعكس حالتها زي ما انتم شايفين. على فكره ده ممكن يبقى برنامج، فكره برنامج ان انا اضغط على السويتش يشغل الموتور، ارفع ايدي من على السويتش يطفي الموتور، تمام. طبعا هنا لو انتم ملاحظين هتلقى الاربع سويتشات نفسها بتعمل ايه؟ الاربع سويتشات بيشغلوا الليد. طب انا عايز اقول ان السويتش ده هيشغل الليد الفلانيه، السويتش ده هيشغل الليد الثانيه، السويتش ده هيشغل الليد الثالثه، وهكذا. اعمل ايه؟ تعال نشوف البرنامج بعد كده. البرنامج الثاني عندنا اربع سويتشات برضو متوصلين على بي 4 لبي 7، ومعانا اربع ليدات على سي 0 لسي 3. لما اضغط على السويتش الاولاني ده ينور الليد الاولاني، خلي بالك ان انا ضغطت ورفعت ايدي وتبقى منوره على طول. اضغط ثاني يعكس لي حالتها تطفي، خلي بالك ضغطت ورفعت، اضغط تعمل ايه؟ تنور وتبقى منوره. طب اضغط مطول تطفي، طب ارفع ايدي ما يحصلش حاجه، اضغط تنور، ارفع ايدي ما يحصلش حاجه، تمام. يبقى في بداية الضغط اهو، بداية الضغط، بداية الضغط، نفس النظام مع السويتش التاني، السويتش التاني مع مين؟ مع الليد التاني. يبقى السويتش التاني اهو مع الليد التاني، السويتش التالت مع الليد التالتة، السويتش الرابع مع الليد الرابعة. تمام؟ يبقى مع بداية الضغط ينور الليد، مع بداية الضغط يطفي الليد، لما ترفع ايدك ما يحصلش حاجة. تعال نشوف البرنامج هيبقى ازاي. البرنامج داله الفويد مين، نفس الفكره ان انا بعرف من بي 4 لبي 7 كانبوت، وما انساش كمان اصفر البي بورت بي، وتريس سي كله زيرو، وبورت سي بيساوي زيرو، يعني انا بطفي الليدات كلها، الليدز كلها بطفيها. الانتربت عندي انيشاليزيشن، اعرف الجلوبال والانيبل بكام بواحد، وقلت هو الواحد عامل اشغال للبروسيسور. في نفس التوقيت عملت ايه؟ حطيت اسمبلي انستراكشن وكتبت سليب عشان يحطه في وضع السليب. ممكن على فكره ما تكتبش دول خالص، يعني كأن دول ممكن تشيلهم من البرنامج ما فيش مشكله، بس انا حطيتهم عشان احطه جوه السليب مود. ممكن برضو هوايل دي ما تكتبش حاجه، يعني تيجي هنا ما تكتبش حاجه في الجزء ده، تمام. اي تشينج على بورت بي هيروح داخل جوه داله الانتربت. بس في البدايه تعال نعرف بي 4 دي هعرفها كسويتش واحد، بي 7 هعرفها سويتش 4 وهكذا، سي 0 هعرفها ليد واحد، وهكذا لغايه سي 3 هعرفها بليد 4. طبعا انا معرف متغير اسمه مين؟ شورت اكس، عشان اعمل ريد لمين؟ للبورت بي. هروح داخل جوه داله الانتربت واقول هل الفلاج بواحد الخاص ببورت بي، وقتها نفذ الجزء اللي انا عايزه. انا عايز ايه؟ اول حاجه مباشره اقرا بورت بي واحطه في المتغير اكس، رقم 2 اصفر الفلاج الخاص ببورت بي. بعد كده تعال معايا كده في البرنامج، انت عايز تعمل ايه؟ اول ما اضغط على السويتش ينور الليد الخاصه بي، مع بدايه ضغطتك ينور ليد. طب لما ترفع ولا حاجه، طب مع بدايه ضغطتي ايه اللي يحصل؟ يطفي الليد. خلي بالك مع بدايه الضغطه يعمل توجل للليد، لما اضغط على السويتش ده الليد دي اللي تنور، طب لما اضغط على السويتش ده يبقى الليد دي اللي يحصل لها توجل، السويتش ده يبقى الليد دي، يبقى كل سويتش عارف الليد اللي هيشغلها. يبقى اجي في داله الفويد انتربت اقول له لو السويتش واحد بيساوي يساوي واحد اعمل توجل للليد واحد. طب ليه قلت يساوي يساوي واحد؟ لان انا عايزه مع بدايه الضغط، لما اول ما تبدا تضغط يبقى يروح داخل واحد، اقول له اول ما يدخل واحد اعمل توجل للليد. طب لما انت ترفع ايدك بيروح داخل زيرو، لما ترفع ايدك كده بيروح داخل زيرو، يبقى ما يعملش حاجه. يبقى لما ترفع ايدك، ترفع ايدك هيروح داخل جوه داله انتربت، وهيبقى وقتها فعلا الفلاج بواحد ما فيش مشكله. بس هل انت هتنفذ حاجه خاصه بيه؟ لا، فيروح طالع تاني من داله الانتربت بدون ما ينفذ حاجه، تمام. يبقى هو اول ما تضغط على السويتش
يروح داخل داله الانتربت لان الفلاج بيقب واحد، يشيل الديسماتش وبعد كده يصفر الفلاج، بعد كده يعمل تشيك هل السويتش الواحد هو المضغوط، هل قيمته كمان بتساوي واحد، يعني بدايه الضغط اعمل توجل للليد، هل السويتش الثاني هو المضغوط يبقى اعمل توجل للليد الخاصه بيه اللي هي ليد 2، والسويتش الثالث وهكذا مع السويتش الرابع. عشان انستراكشن واحده فانا مش عامل قوسين المين القوسين دول، لان لو انستراكشن واحد مش محتاج تعمل الاقواس دي، تمام؟ لكن لو عندك اكتر من انستراكشن هنا جوه اف لازم تعمل الاقواس عندك، تمام؟ يبقى السويتش يساوي يساوي واحد مع بدايه الضغط. طب لو خليت يساوي يساوي زيرو يبقى مع بدايه رفعة ايدي. تعال نعمل بلت كده، تعال نعمل رن هنا مع مين؟ بدايه رفعة ايدي. يبقى اضغط كده، بص كده انا ضغطت اهو ما زالت منوره زي ما هي، ارفع ايدي تطفي. خدوا بالكم من دي مع بدايه مين؟ بدايه الرفع. يبقى اضغط تاني ده السويتش واحد، يحصل حاجه ولا اي حاجه؟ لان يعني يدخل داله الانتربت ما لقيش حاجه ينفذها، لان يعني اف محكومه بكونديشن، يرفع مين ايده يعمل توجل وقتها، يبقى مع بدايه الضغط ما يعملش حاجه، ارفع ايدي يعمل ايه؟ توجل. اتمنى يكون حلقه النهارده استفدتوا منها وعرفتوا ازاي بشغل بورت بي تشينج انتربت. لو عندكم اي استفسارات سيبوا لنا على اي التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وانتظرونا في حلقات تانيه. شكرا جزيلا.